السلام عليكم موسام. يا أخي الله يجزاك الخير وشكرا من القلب. أنا يعني مش عارف أقول لك إيه، يعني أول مرة أكسب الضعف، ضعف 100% مكسب تقريبا يعني، وأنا متأكد إن أنا هكسب أكتر من كده، لسه مستمر في الصفقة. وده أنا ما يعني أنا ما شفتش كل الدورة، أنا بس اتبعت دورة برايس أكشن وكررت الفيديوهات أكتر من مرة، وشفت فيديو واحد تقريبا من دورة التحليل الموجي أو فيديوين. الله يجزاك الخير. يعني أنا من 8 شهور دخلت المجال، كمان دخلت ب$3,000، خسرت تقريبا 80%، وبعدين سحبت مبلغ وبدأت بس أتفرج على التحليل بتاعك في فيديوهات اليوتيوب، ودخلت قلت أجرب تاني بناء على الفيديوهات، بس ما نجحتش. تبقى معايا تقريبا $200، خسرت لحد ما بقى معايا $20. وهنا قررت ان انا اتوكل على الله واشترك معك في الدورة، لكن من كل قلب انا سعيد، والله سعيد، لاني في تريكات كده انت بتقولها في الدورة ما شاء الله، يعني ربنا يعني يزيدك من علمه وينفع بعلمك اللي زي كتير كتير. وشكرا من كل قلبي، الله يعطيك العافية. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد، في تحليل جديد. سنحلل اليوم عملة رقمية تستعد للانفجار. كنا قد حللناها قبل تقريبا 4 أشهر، وما توقعناه حدث بالمللي. بالتالي سنقوم بإعادة تحليلها لكي نرى هل هناك تغيير في البنية، أو هل هناك شيء جديد يمكننا أن نحلله ونضيفه لما حللناه. الناس الذين استمعوا لتحليل منذ 4 أشهر يجب الآن أن يكونوا قد حققوا أرباح قوية. الناس التي لا تستمع يعني لا يمكننا أن نفيدها في شيء. فبالتالي قبل البدء، أولا في تحليلات العملة أدعوكم إلى الاشتراك في قناة تليجرام مجانية، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي يشارك معك في أرباح مشاركين في دوراتنا التدريبية. لا بأس أن أشارك معك بعض الأرباح. كما تلاحظون هذا الأخ يحقق في عملة سولانا 214% ربح. أحد الناس اشتركوا في الدورة التدريبية وهم الآن يطبقون الأسرار الموجودة فيها والاستراتيجيات الموجودة فيها. كذلك هنا الأخ عادل يحقق 150% في الإيثريوم. سولانا كذلك. الأخ حسين يحقق 361% ربح. كذلك يحقق 187 في XRP. هنا مانا كذلك 877%، 877%. أخوي حسن كذلك هنا 118%، 135%، 305% من عملة CHZ. ويقول تحليل أستاذ من 10 أشهر بالملي. حسن يعني نشارك معكم تحليلات يومية تساعدكم على احتراف ما نقدمه، وكذلك نشارك معكم في هذه القناة آخر العروض، وهذا آخر عرض. صرتم تعرفون العرض الحصري. تحصلون فيه على دورتين تحليل الميجر برايس أكشن، 34 فيديو، 25 ساعة من الأسرار، وتحصلون على كذلك 3 أشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية ومجموعة النقاشات. يعني نحلل يوميا من الاثنين إلى الجمعة كل الأسواق فوركس كريبتو أسهم ودولية، ونسجل كذلك الحصص لمن لم يستطع الحضور. إذا أردت أن تتعلم تطبق وتحقق الأرباح في نفس الوقت، هذا هو العرض المناسب لك أخي أختي الكريمين. ستجد الرابط مثبت في تعليقات هذا الفيديو ورابطه في صندوق الوصف كذلك لهذا الفيديو والرابط. تضغط عليه تتواصل معي مباشرة على الخاص، أنا الذي أجاوبك وتبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين وتبتعد عن 95% الخاسرين. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العملة الكذب مباشر باليوتيوب، رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو. ثالث رابط تحذير،
التداول منها خطير، لا يمكن أن تخسرك أموالك. لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة وذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة لأن فكرة تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلب منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد. إذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا وإلى دورتنا. العملة التي سنتحدث عنها اليوم هي عملة مانا. عملة مانا كنا قد حللناها قبل 4 أشهر، و يعني ما حللناه وما توقعناه حدث بالملي، والناس الآن مفروض أنها حققت ربح وخرجت من البيع، والآن مفروض أنها تبحث عن الصعود. وعندي طلبة الآن مشترين مانا، لكن لديهم استراتيجية. تعرفون أننا لا نعطي كل نصائح مالية ولا استثمارية. فبالتالي أترككم مع التحليل الذي حللته منذ 4 أشهر، وبعد ذلك أعود إليكم لكي نكمل التحليل. إذا كان هذا هو التصحيح، أحتاج إلى تصحيح واضح هنا لكي أبحث عن البيع لكسر هذا القاع، تحويل وقف الخسارة إلى بريك إيفن بعد كسر القاع. وهدفي سيكون هذا القاع في حالة ما إذا أردنا الدخول في تلك النسبة اللي هي 10% التي لا تقفل المسافة بالتساوي. لا تقفل المسافة بالتساوي، لدينا نسبة 90% يجب أن يعود السعر لكي يقفل هذه المسافة البقية، وتبقى نسبة 10% قد لا يتم تقفيل بتلك المسافة. أوكي، إذن كما لاحظتم في تحليل منذ 4 أشهر كنا قد قلنا أنه إذا أردت أن أتداول هذا النزول نحتاج إلى تصحيح في منطقة ما هنا، كسر هذا القاع، تحويل وقف الخسارة إلى بريك إيفن، والهدف يكون هذا القاع. وبالتالي هذا بالفعل الذي حصل. وإذا نزلنا إلى فريم الساعة فقط لكي يعني نرى جيدا ما الذي وقع، أو 4 ساعات حتى، لا مشكلة في ذلك. إذن هذه المنطقة التي كنا فيها عندما كنا نحلل، وبالفعل حصلنا على هذا التصحيح، وكان فرصة ممتازة للبحث عن النزول. وبعد ذلك كسر القاع، كسر القاع، وبعد ذلك أعطانا هذا التصحيح كذلك. كان ممكن البحث كذلك مرة أخرى عن النزول، لأن هذا الكسر أو هذا الكسر زائد التصحيح هنا سيصبح لكل هذه الموجة، وسنبحث عن موجة أخرى لكسر القاع. بالتالي قلنا أنه هذا قد يعني يكسر القاع. الآن هل هذا هو الرانين فلات الذي توقعناه؟ ممكن يكون هذا هو الرانين فلات. لاحظوا هذا، إذا كان هذا هو الرانين فلات كان يجب أن ينزل السعر بقوة، لا يجب أن ينزل بهذه الطريقة. لاحظوا شوي يعني نزول ليس بقوي، ليس بذلك النزول القوي. لاحظوا القوة. إذن هل يمكن أن يكون هناك تغيير في بنية مانا وتصعد لمرة أخيرة تعطينا تصحيحا كبيرا هنا ثم نزول أخير، وهكذا سيلغى هذا الصعود القوي لأن هذه موجة كبيرة، ربما ندخله مع هذه الموجة ويصبح هذا هو نموذج كونتراكتين؟ نعم ممكن. فبالتالي الآن في جميع الأحوال أحتاج إلى موجة مثل هذه للتقفيل، على الأقل أحتاج إلى موجة مثل هذه للتقفيل. وإذا نظرنا جيدا إلى مانا، هناك لاحظوا هناك كمية ديفرجنس هائلة كبيرة في هذه الموجة بين هذه الموجة وهذه الموجة. أوكي، إذا هناك نقص في الزخم، وهناك كذلك. إذا نظرنا جيدا سنجد أنه ربما يكون هذا هو النموذج رانين فلات لهذا النزول. موجة دافعة، تصحيح، موجة دافعة، كسر القاع، بعد ذلك أعطاني هذا النزول 1 2 3. الآن نحن في منطقة تمركز الأموال ربما للصعود أكثر. إذا نظرنا إلى فريم 4 ساعات سنجد أنه كسرنا هذا القاع والآن هو صاعد. نحتاج فقط إلى زيادة في الزخم الشرائي لنثبت قوة المشترين قبل البحث عن الصعود. إذا نظرنا جيدا إلى هذه الموجة مع هذه الموجة، أحتاج أن يكون هناك زيادة في الزخم للبحث عن الصعود أكثر. إذن كل ما أريد أن أراه الآن هو صعود قوي يبتعد قليلا حتى يكون عندي 1 2 3 ثم تصحيح هنا، وسأبحث عن الصعود إلى أين؟ إلى أخذ نفس طول هذه الموجة على الأقل، أخذ نفس طول هذه الموجة على الأقل. لماذا؟ لأنه ممكن يتغير هذا ويصبح فقط تصحيح كبير رانين فلات للصعود أكثر.
إذن ربما هدفي الأول يكون 0.70 94، ثم هدفي الثاني يكون 0.82 سنت لأخذ نفس طولي هاته الموجة، خصوصا أنه نحن الآن يعني في نطاق، في حرب بين المشتري والبائعين، وتم كسر النطاق. لاحظوا إذا ركزنا جيدا، أتوقع أنه كسرنا النطاق، لم نكسره بتلك القوة. لاحظوا إذا نظرنا جيدا سنجد أن النطاق لم يكسر بتلك القوة. لاحظوا معي، سأقوم بوضعه بطريقة صحيحة. هذا هو نطاقنا، لم يتم الكسر بقوة. لاحظوا لم يكن هناك كسر قوي، فبالتالي لكي أتجنب التلاعب بي، لا أريدهم أن يتلاعبوا بي، نحن في منطقة حرب بين المشترين والبائعين ولا أريدهم أن يتلاعبوا بنا، فبالتالي كل ما أريد أن أراه هو صعود قوي شوي، يصعد يبتعد شوي حتى يعطيني زيادة في الزخم، ثم يصحح فوق هذا النطاق، لا مشكلة في ذلك، ونبحث عن الصعود كما قلنا لتقفيل هذه الموجة. إذا استعملنا نظرية التقفيل هكذا هنا، وتصبح هذه الموجة التصحيحية، وسيكون ربما هناك نزول أخير لعملة مانا قبل الصعود، فريم أسبوعي فقط لكي نتأكد من هذا الأمر. نعم، ممكن يكون عندنا تصحيح كبير هنا، ونزول أخير قبل الصعود لكسر القمة. أوكي، لكسر القمة، لأنه مفترض أن هذا النزول يكون قوي. لاحظوا النزول قوي، يكون نزول قوي مثل هذه الموجة، موجة دافعة، تصحيح، موجة دافعة، نزول قوي، ما مفروض ينزل بهذه الطريقة التذبذبية. الطريقة التذبذبية تقول لي أنه ربما يكون هذا فقط نموذج رانين هكذا، أو إكسباندين للنزول الأخير قبل الصعود. تكون هذه الموجة المتذبذبة في الوسط هي الموجة التصحيحية. إذن سنحاول أخذ أضعف الإيمان. ما هو أضعف الإيمان؟ هو نفس طول الموجة، نفس طول الموجة التي نريد تقفيلها، اللي هي هذه الموجة، نفس طول هذه الموجة هنا الآن فقط، وسنحقق ربح قوي جدا مثل الربح الذي تم تحقيقه بعد تداول هذا النموذج للأسفل. كل هذه المسافة تم تحقيقها من هنا، كل هذه المسافة إلى هنا كلها تم تحقيقها. تلاحظون، إذا الآن كل ما سننتظر هو كسر هذا النطاق أكثر بقليل، ثم تصحيح هنا، ونبحث عن الصعود. نفس طول هذه الموجة، أو على الأقل يعني حتى إذا لم يكن نفس طول هذه الموجة، على الأقل هذه المنطقة التي كان فيها موجة البيج بويز هنا وهنا، كلها ستكون أهداف ممتازة لعملة مانا. يعني إذا أردنا تحديد الهدف بطريقة صحيحة، ربما هذه المنطقة كان موجود فيها بيج بوي هنا هكذا 0.50 سنت، كذلك هذه المنطقة موجود فيها بيج بوي هنا 0.67 سنت، كلها مناطق يمكن استهدافها كأهداف. إذا هدفي الأول هنا، هدفي الثاني هنا، ثم هدفي الثالث هذه القمة هكذا هنا، هذه كلها أهداف. ربما ألغي هذا الهدف لأني أريد نفس الطول، فبالتالي إذا صعدنا أكثر لهذه المنطقة سيكون نعم ممكن، خصوصا لم نبتعد كثيرا عن هذا القاع. لاحظوا الذي الناس في القاع بقليل، فبنسبة 90% قد نحصل على نفس الطول، قد نحصل على نفس الطول. إذا كان هذا هو تحليل اليوم لعملة مانا. لاحظتم قوة التحليل الموجود برايس أكشن أمام عينكم، كل مرة نثبت لكم قوة ما نقدمه. لذلك إذا أردتم احتراف هذه الطريقة التي ستساعدكم على تحقيق الأرباح، أكيد إذا طبقتها وفهمتها، هذا هو العدد المناسب لك. تجد الرابط مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط وفي صندوق الوصف كذلك لهذا الفيديو والرابط، تضغط عليه تتواصل معي مباشرة على الخاص الذي يجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين، وتبتعد عن 95% الخاسرين. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم أن العلم يعرفك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.